يتكشف زيف دعاية الاحتلال وروايته بشأن ما جرى في السابع من الشهر الماضي، حين تمكنت فصائل المقاومة من خرق التحصينات الإسرائيلية، وتكشفت معه الأكاذيب التي دأب الاحتلال على ترويجها وتسويقها لتبرير حربه الوحشية وجرائمه التي ارتكبها ويرتكبها في غزة ضد الأطفال والنساء. هو أمر يهدد بانهيار السردية الإسرائيلية وخسارتها الحرب الإعلامية أمام الرأي العام، ولعل ذلك بدا واضحا من خلال المظاهرات التي خرجت بها الشعوب الغربية ضد جرائم الاحتلال في غزة. أخطر ما تم تسريبه حول الأكاذيب التي لفقها جيش الاحتلال لحماس في اقتحامها غلاف غزة ما ذكرته صحف صهيونية، بأن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحفلة وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك وأصابت بعض المشاركين في المهرجان. وفي هذا السياق يرجح مراقبون أن جميع من كانوا في الحفل قتلوا بقصف الطيران الإسرائيلي وليس بيد عناصر المقاومة الفلسطينية. رواية أخرى لجيش الاحتلال سقطت على أعتاب مستشفى الشفاء وفشلت بتبرير الهجوم الذي شنته إسرائيل على المستشفيات بعد انكشاف كذب الادعاءات حول وجود نفق لحماس تحت المستشفى، واعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك في لقاء صحفي مع قناة CNN الأمريكية بأن إسرائيل هي من بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مجمع الشفاء الطبي. صحيح أن الحرب على غزة كشفت كل الادعاءات الكاذبة والتضليل الذي مارسته إسرائيل، إلا أن ذلك لم يوقف أو يخفف من الدعم الغربي لقوات الاحتلال في غزة، على الرغم من اعتراض الشعوب الغربية على ذلك بعدما انكشفت سوءة حكوماتها والتي تبدو أنها لا تعير أي اهتمام لستر هذه السوءة.